اهلا بيكم من حي حدايق القبه، وتحديدا من قبه يعني من عند قبه الامير يشبك من مهدي واللي منسوب لها الحي كله. النهارده طبعا احنا واقفين قدام القبه دلوقتي، في المفروض في وحده ثانيه في مصلى ثاني عثماني ملحق بيها، ملحق بالقبه بمأذنة عثماني. هنعرف قصته لما ندخل بالتفصيل، لكن هي دي القبه اللي هي موضوعنا النهارده. المكان طبعا يعني الوصول له سهل جدا عن طريق محطه مترو كوبري القبه، هي اقرب محطه مترو. لو احنا بصينا يعني ورا خالص اهو باين ده بوابه قصر القبه وعليها علم مصر اهو، وهنا ده السور بتاع القصر. الشارع ده اللي هو شارع المطريه او شارع المخابرات، والعربيات اللي جايه دي يعتبر جايه من ميدان السواح، فالمكان سهل جدا الوصول ليها. فاكرين لما احنا كنا عند قصر قصون واتكلمنا، قلنا ان الامير يشبك من مهدي جه سكن القصر في نهايات القرن التاسع الهجري ال 15 الميلادي، تحديدا كان سنه 880 هجريه 1475 ميلادي. يشبك من مهدي جه بعد ده بسنه، يعني بعد ما سكن القصر بسنه، يعني 881 هجريه 1476 ميلادي، وبنى القبه دي اللي احنا دخلناها في المكان ده اللي هو كان المفروض كله متنزهات وحدائق. طبعا ادي القبه بدا يبني فيها زي ما قلنا 881 هجريه، وخلص زي ما هو كاتب وكان الفراغ من ذلك. ده طبعا ده خط يعني خط كوفي غير منقوط. وكان الفراغ من ذلك في شهر ربيع الاول سنه 288 سنة 288 882 هجرية 882 هجرية 1477 ميلادي، يعني عمرها بالضبط أو بالتقريب حوالي 541 سنة. مين بقى الأمير يشبك من مهدي؟ الأمير يشبك من مهدي كان أمير من أمراء السلطان قايتباي. السلطان قايتباي طبعا من أشهر سلاطين دولة المماليك الجراكسة، اللي حكم مصر والشام حوالي 29 سنة. كان في أمير كبير من أمرائه هو الأمير يشبك من مهدي، وكان بيشتغل دوادار عند السلطان قايتباي. دوادار يعني إيه؟ هي كلمة مكونة من مقطعين، لأن دايماً بتلاقوا يعني بتلاحظوا إن في اللحقة بتاع الدار دي متكررة كتير في الوظائف المملوكية. دوادار، بندقدار، راكبدار، جمادار، جنادار، جوكندار. دار لوحدها يعني مسؤول أو ماسك. ودواء اللي هي وعاء الحبر، فاللي هو يعني كاتب الرسائل السلطانية اللي هي بتشبه النهاردة أو بالتقريب برضو زي وظيفة وزير الخارجية النهاردة كده. طبعا حتى في شارع على بعد أمطار مننا هنا اسمه شارع الديودار. ما هو الديودار دي تحريف العامة لكلمة الدوادار، اللي هو نفس الشخص اللي هو يشبك من مهد الدوادار. طبعا هو كان معروف عنه الحدة والغلظة، ويمكن ده سبب ان السلطان قايتباي قربه منه. يعني هو كان متقرب للسلطان قايتباي، لان السلطان قايتباي نفس الفكرة، هو كان راجل عنيف وكان أمراءه كلهم يعني بيغلب عليهم طبع العنف ده. حتى يعني بما ان احنا اتكلمنا عن يشبك، وهو يشبك من مهدي مش بن، من لانه هو منسوب لتاجر الرقيق اللي اشتراه اللي هو كان مهدي، فاحنا ما نعرفش ابوه كان اسمه ايه اللي هو بالنسبه للامير يشبك، فبينسب لتاجر الرقيق فنقول لك يشبك من مهدي. وللمصادفه وان كان يشبك من مهدي من امراء قايتباي، وهو اللي بنى القبه دي اللي بنسب لها حي القبه كله النهارده، حي احلى القبه كله، في امير تاني زميله برضه من امراء السلطان قايتباي اسمه اسبك من تطخ. طبعا بنسب له برضه منطقه مشهوره جدا في القاهره النهارده وكبيره جدا، اكيد انتوا عرفتوها خلاص من اسمه اللي هو اسبك، اللي هي الاسبكيه. ده بالنسبه يعني ايه لكلمه من يشبك. بنى القبه زي ما احنا قلنا استراحه، مكان للتنزه،
خارج القاهرة، بعيد عن الدوشة، بعيد عن الزحمة بتاعت القاهرة، بعيد عن قلعة الجبل اللي هي يعتبر العاصمة الإدارية بتاعت القاهرة، مكان يجي يقعد فيه كده يعني إيه، ويخرج بعيد عن الزحمة ويقعد وبتطلع على المتنزهات والحدائق. يشبك مات سنة يعني هو زي ما احنا قلنا بالتاريخ ده اللي هي خلصت 882، يشبك مات سنة 885 يعني بعد ما خلص من بناء القبة بحوالي 3 سنين. حتى هو بالمناسبة مات في الشام، وقطعوا راسه هناك، ولما جابوا الجثة يدفنوها هو المفروض يدفن في قبة هي منتصرة حاليا، المفروض كانت قبته القبة الضرحية بتاعته خارج باب النصر، لأن القبة دي مش قبة ضرحية يعني مش مدفن. القبة اللي هو اتدفن فيها خارج باب النصر، وحتى بيقولوا ان جثته اتدفنت بدون راسه، يعني هما الجثة رجعت من الشام بدون راس. وبالمناسبة برضو يعني ان هنا في قباب، مش كل القباب بتبقى قباب ضرحية، زي ما احنا القبة دي بيسموها قبة منظرة للتنزه زي ما احنا قلنا، او احنا عندنا حتى اقدم قبة في العالم الاسلامي ويعتبر اقدم اثر اسلامي هو مثلا قبة الصخرة، ان كانت هي مش مدفن، ده هو يعني اتعملت القبة للاهتمام بالصخرة نفسها، فده مش مدفن ولا حاجة، دي من بعض انواع القباب، لان مش مثلا اللي هو تحت القبة شيخ، او مش كل القباب بتبقى قباب ضرحية او كمدفن. المهم يشبك بعد ما مات 885 هيجي السلطان الغوري وهياخد القبة دي، وبرضه هياخدها بنفس الوظيفة اللي يشبك عملها من أجلها اللي هو التنزه وكده. الغوري جه سنة 905 ويشبك مات 885، يعني بعد يشبك بحوالي 20 سنة. حتى إن القبة هتتسمى بعد كده بقبة الغوري، ملهاش أي علاقة، علشان بس ما ناخدكوش اللي هو قبة الغوري اللي في الغورية، القبة الضرحية بتاعته، لا هي في الأصل قبة يشبك. لما الغوري هيجي وهيبقى تسلطن وهيبقى هو سلطان مصر والشام، هياخد القبة دي برضو للتنزه وهتتسمى قبة الغوري باسم الغوري نفسه، لكن مش هو الباني، لا. طيب في الكتاب بتاع محمد بيك رمزي اللي هو بقى بدايات ظهور حي القبة، لأن قبل كده القبة دي كانت جغرافيا المفروض إن هي تبع منطقة المطرية، يعني هم حتى لما المؤرخين يتكلموا يقول لك إن السلطان آسف إن الأمير يشبك من مهدي بنى قبة في منطقة المطرية. محمد بيك رمزي بيقول في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية بيقول إن في القرن الحداشر الهجري يعني السبعتاشر الميلادي، يعني بنتكلم في سنة 1600 وحاجة، ظهر إن هنا في المنطقة هنا قرية اسمها قرية القبة طبعا، وده يعني تأثير من تأثيرات العمارة الإسلامية على المجتمع، إنك تسمي المكان باسم يعني مؤسسة أو منشأة إسلامية من العمارة، فالناس سمت القرية قرية القبة نسبة للقبة اللي احنا موجودين فيها دي بتاعة الأمير يشبك من مهدي في الأصل، واللي سكنها الغوري بعد كده. بعد كده يعني احنا كنا بنتكلم في 1600 وحاجة، هو ذكر بيقول ما يعني ما حددش السنة بالظبط، محمد بيك رمزي قال ألف يعني في القرن السبعتاشر يعني 1600، 1861 جاء مصطفى فاضل اللي هو ابن ابراهيم باشا وشقيق الخديوي اسماعيل شقيقه من الاب، وبنى المصلى ده اللي احنا شفناه اللي هو كان بمأذنة عثماني من بره. يعني انا دلوقتي انا واقف في الفاصل بين قبة يشبك من مهدي والمصلى العثماني المضاف في عصر مصطفى فاضل. ده كان 1861. طبعا حتى ابوهم ابو مصطفى فاضل وابو الخديوي اسماعيل اللي هو ابراهيم باشا هو اللي بدا يبني القصر اللي بره ده، يعني القصر ده اصلا كان في الاصل من عصر اللي هو قصر القبه ده، من عصر ابراهيم باشا بن محمد علي، وبعدين جه بعد كده اسماعيل بناه يعني كمل هده وبناه من جديد، وبعدين الملك فؤاد. حتى الباب اللي انا وريته لكم من بره ده اللي يلاحظ هيلاقي عليه من فوق حرف الاف كده من فوق، ده اللي هو فؤاد يعني. المهم بعد كده خلاص يعني ظهرت قرية القبة، وقلنا ان مصطفى فاضل عمل المصلى بتاعه. الترميم الاخير لها بقى كان في عصر مين؟ طبعا طالما اتكلمنا
عن أثر إسلامي لازم طالما ان في ترميم او في تجديد لازم يعدي على عباس حلم الثاني. الراجل ده يا جماعة بدون مبالغة يعني لولا كان 90% من الاثار الاسلامية في القاهرة اختفت لولا الراجل ده وشغله مع لجنة حفظ الاثار العربية. طبعا حتى هنشوف اسمه موجود فوق هنا يعني ادى اهو في ادى في التجديد. بصوا في عصر خديوي مصر الأعظم بين ايه عباس حلم الثاني الأفخم سنة 14 و300 و1000 1314 هجري اللي هو بالميلادي يعني تقريبا 1896. يعني إن كان عباس حلم الثاني هو حكم مصر سنة 1892 يعني بعد ما حكم بحوالي 4 سنين وهي هو فترة حكمه من 1892 ل 1914 1892 ل 1914 لغاية الحرب العالمية الأولى. الفترة دي هي دي العصر الذهبي لترميم والحفاظ على الآثار الإسلامية في مصر. يعني لولا حتى الناس يعني فكرة عباس حلم الثاني فكرة حلوة يعني إن الآثار الإسلامية يعني مش هتقوم الا لما يبقى اكبر حد في الدوله هو متعهد الامر ده ولازم هو بنفسه اللي يشرف عليه. غير كده ما تسالنيش يعني اعتقد كده الرساله وصلت. طبعا الناس اللي كانت بتقول لي يعني فرجنا على الخطوط يعني انا اخترت لكم الحته دي تحديدا اهو الخط يعني هنا ده خط كوفي طبعا كوفي زي ما احنا قلنا غير منقوط. حد عرف يقرأ دي؟ ها محدش جابها لسه. طبعا هنا من اول هنا يعني تو ليجو انا طبعا ما قرأتش من اول الآية لان كانت هتبقى سهلة يعني من الآية او الآية اللي قبلها تو ليجو الليلة في النهار وتولجو وبعدين تكملة الآية وتكملة الكلمة النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وبعدين التكملة بقى وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. هذا المكان بفرجكوا عليه علشان الناس اللي بتقول احنا ما بنشوفش الا وشك انت والأثر مش باين. طبعا هذا المحراب جميل جدا وده كان يعني فيه حتى اللي هي السمة المميزة لعصر السلطان قايتباي. قايتباي في العمارة في عصره والأمراء بتوعه اللي احنا بنسميه يعني النقش على الحجر زي ما الدكتور جمال عبد الرحيم يعني مسميه العصر الذهبي للنقش على الحجر زي ما احنا شايفين اللي هي الزخارف النباتية او الأرابيسك دي. اتفرجوا بسهولة انكم تقدروا تيجوا المكان وتصوروه يعني اللي هيجي بمترو زي ما احنا قلنا اقرب محطة مترو كوبري القبة وينزل هيشوفها يعني يجي ويتفرج ويصور ويعمل كل اللي هو عايزه. مستنى ارائكم ابعتولي اللي عايزنا نصور في مكان يعني يبعت لنا اتفرج على الفيديوهات التانية ولو ده عجبك او ما عجبكش اعمل شير لغيرك علشان غيرك يشوفه. ومستني انكم اطلبوا مني حاجات يعني اصورها لكم كده اللي عايز حاجة يراسلني ويبعت لنا وان شاء الله اشوفكم في اثر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.